استأنفت أجراس كنيسة قلب يسوع رنينها لتطير حمائم مقام عبد الله بن علي المجاور لها في تناغم فريد من نوعه. ها هي تعود اليوم بحلتها الجديدة بعد أن شيدتها الحكومة المحلية في البصرة كدار عبادة يقصدها المسيحيون للعبادة والمسلمون للتضرع إلى الله. هذه الكنيسة هي من الكنائس المهمة في البصرة، وتعتبر مزار مريمي، مريم العذراء، مزار مريمي بامتياز للمسلمين قبل المسيحيين. السلطات المحلية في البصرة دعت في حفل الافتتاح أبناء الطائفة المسيحية للعودة إلى مناطقهم التي هاجروا منها، عارضة منح العائد منهم قطعة أرض سكنية فضلا عن تقديم الدعم لهم. بنيت بأيادي إسلامية لغرض ديانة مسيحية، لذلك هذه هي الرسالة الحقيقية التي تبعث للعالم، أنه البصرة على استعداد تام أن تكون أرض للمودة والمحبة. مرة أخرى أقولها، للمودة والمحبة والسلام والوئام. كل الأخوة المسيحيين الراغبين بالعودة إلى محافظة البصرة تخصص لهم قطع أراضي، ونسهل كل الدعم لعودتهم إلى هذه المحافظة. كنائس متعددة ما زالت شاخصة في مناطق البصرة المختلفة، منها القديسة تيريزا ودير الراهبات في منطقة منا وباشا، وكنيسة القلب الأقدس والصخرة الرسولية في منطقة العشار، وسيدة البشارة في منطقة الطويسة، ثم كنيسة مارتوما في البصرة القديمة، بما يعكس تلاحم أهالي البصرة بمختلف أديانهم وانتماءاتهم. هذه الكنيسة بنيت تقريبا قبل قرن من الزمان للطائفة الكريمة للسريان الكاثوليك، وعندنا طوائف أخرى كالكلدانية والإنجيلية والسبتية والأرمينية. فالتعدد المسيحي في مدينة البصرة جميل ومتنوع، توجد 7 طوائف مسيحية في مدينة البصرة. احتضنت مدينة البصرة عبر تأريخها أكثر من 15 كنيسة شيد معظمها بالقرب من مساجد ومزارات المسلمين، إلا أن المتبقي منها اليوم بعد هجرة أهالي بعضها وتقادمها 9 كنائس فقط تقام فيها الصلوات من قبل المسيحيين البصريين، كما يزورها المسلمون للتبرك. كنائس ومساجد تلتقي بنقطة واحدة هي عبادة الخالق كقاسم مشترك لجميع الأديان، ما دفع المسلمين في البصرة إلى ارتياد الكنائس للدعاء وطلب تحقيق الأماني من السيدة مريم العذراء. نجاح العابدي، الحرة، البصرة.